Before we start today's symposium, I would like to introduce you Hafiz Abdulrazak Ibrahim Kokeya, who will recite a verse of the Holy Quran, as is customary for us to start any function with a verse of the Holy Quran. I'll ask Hafiz Abdulrazak to recite a short verse of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير تعملون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله والله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا